على ابو ايران لا بامريكا دير دوقي 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 على ابو ايران لا بامريكا دير يوم الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين في البدء الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين. طبعا مستمرين بالتظاهرات لحين تحقيق المطالب، لأن الحكومة بصراحة حلولها ترقيعية ولم تلبي طموح المواطن العراقي والخص النيساني. احنا بصراحة كانت مطالب ثمانية من أهمها الإصلاحات والقضاء على الفساد والمطالبة بانتخابات مبكرة وتعديل القانون، ولكن مع الأسف لم نحظي بتلك المطالب وتلك النقاط، وكانت الحلول مزيفة وترقيعية ولم تلم بالطموح. وعتبنا الشديد على رئيس الوزراء عندما أتى إلى محافظة نيسان، طبعا التقى بناس وفئة معينة ولم يذهب للشارع النيساني ويرى التلكئ بالمشاريع، ولم يرى ويلتقي بالمتظاهرين أيضا، وإنما التقى بفئة معينة لا تمثل جميع شرائح نيسان ومتظاهرين نيسان. المهندس حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم بها عن نفس الموضوع اللي شاغل الناس والمتظاهرين خصوصا. بداية أي شخص أحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل على أرقام البرنامج اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة، بس نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا 10727 على مدار القمر نايلسات. نتمنى انه تدخلون هاي الاعدادات باجهزة الاستقبال الخاصة بكم حتى نظل مستمرين وياكم 24/24. اما ارقام البرنامج تقدرون تتصلون بنا على الارقام اللي تشوفوها اسفل الشاشة، ذن الارقام الثلاثة تشوفوها تقدرون تتصلون بها من داخل العراق ومن خارج العراق. اما الرقمين اللي راح تشوفون هسه فهذني الرقمين مخصصات الى الداخل العراقي، اي شخص من زاخو الى الفاو يقدر يتصل بينا على هاي الرقمين او ذنيتش الارقام اللي قبلها. اما هذا الرقم اللي راح تشوفوه هسه هو رقم مخصص لبرنامج الواتساب فقط، هذا الرقم ما اقدر استقبل عليه اتصال. لا حد يزعل من عندنا، الرسائل ما زالت تجينا وتقول ليش ما تستقبلون اتصالنا، ليش ما تخلونا نشارك. هذا الرقم فقط للرسائل المكتوبة، فأتمنى تكتبون لنا رسالتكم ومن وين أنتوا حتى نقدر نتواصل وياكم أو حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. اليوم 12/2020 أكو هواية راهنوا أنه طول المدة الزمنية إذا خلوا المتظاهرين شهر وشهرين وثلاثة وعشرة وسنة راح يملون ويرجعون لبيوتهم، بس ما شاء الله هذا الفيديو اللي شفتوه هذا مو قديم، ترى هذا فيديو جديد، هذا فيديو اليوم والبارحة، لأن فيديوهات هسه الناس هيجي طالعة. فالسؤال اللي ينطرح، مراهنات السياسيين فشلت، العمل شنو؟ شنو اللي راح يسووه؟ راهنتوا على المدة الزمنية وأنه المتظاهرين راح يملون ويكلون ويرجعون لبيوتهم، وبعد ما حد يطلب مطلب واحد زين. وهسه لا، وأحلى شيء البيان اللي صدر بالذكرى السنوية لثورة تشرين بمطالب يعني واضحة، وحدة إسقاط نظام المحاصصة المقيتة والطبقة السياسية الفاسدة برمتها، اثنين تشكيل حكومة انتقالية مستقلة بعيدة عن الأحزاب والتحالفات المتصارعة، ثلاثة حل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور الملغوم وإعلان حالة الطوارئ وحظر نشاط الأحزاب والميليشيات وتطبيق القوانين الصارمة بحصر السلاح بيد الدولة، أربعة الكشف عن قتلة الشهداء وشهداء الانتفاضة خصوصا ومحاكمتهم محاكمة عادلة علنية وتعويض أهالي الضحايا والجرحى.
إعادة كتابة الدستور بما يستجيب ومتطلبات بناء مؤسسات تابعة للدولة وتكون مؤسسات مدنية حديثة تؤمن بناء دولة المواطنة، تؤمن بناء دولة المدنية الحقيقية وتحقيق السلم والمساواة، استعادة هيبة الدولة وحفظ الأمن في كافة أرجاء الوطن، العمل لمدة لا تزيد عن عامين على التهيئة لإجراء انتخابات عادلة حرة نزيهة بإشراف أممي ومنظمات دولية محايدة، وبعد استكمال هاي الإجراءات والشروط اللازمة لمثل هاي الانتخابات تكون أكو حكومة مستقلة تحافظ على سيادة البلد ومقدرات البلد. من نسمع هاي المطالب اللي دي يقولوها ثورة تشرين، مطالب مشروعة لو لا؟ من نسمع المتظاهرين يحجون بهاللسان هذا والسياسيين يحجون بلسانهم، يتعاركون على منصب ويتعاركون على صفقة ويتعاركون على وزارة ويبيعون ويشترون بالمناصب، ونواب يتعينون بفلوس، ورؤساء كتل العفو ورؤساء بالرئاسات الثلاث يتعينون بفلوس، وعقود وهمية وفساد وفضائيين وبلاوي سودة. من المفروض احنا ندعم؟ يجون يقولون ما انطيتوا فرصة للكاظم يشتغل. زين، ما هو بين هو معتقل أربع وياهم خامس مسؤول صواريخ إيراني، كلكم تعرفون عن شنو دا احكي، حزب الله ايش صار وراها، بين هو شنو قدر يوقف بوجه الكواتم، قدر يحاكم قتلت الناشطين والمتظاهرين. بس شفنا جميل الشمري عنده إجازة وسمعنا بيه سافر، والعالم تطلبه والعالم تتهمه، يجون يقولون ما انطيتوا فرصة للرجال يشتغل. شنو اللي قدمه للبلد؟ شنو اللي صار على مستوى الأمن؟ شنو اللي صار على مستوى السلاح المنفلت؟ شنو اللي صار في قضية الاقتصاد العراقي؟ وظائف توفرت، رواتب، عدلوا قانون التقاعد مثلا، نظروا في قانون التقاعد والمتقاعدين ورواتبهم، شاف هو أكو مجموعة من الفضائيين سوالهم شيء. زين، هاي الكتل السياسية اللي جتي حافية سألهم فلوسكم وثرواتكم هاي من وين؟ أبو عماد من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك ولقناة الراشدين، الله يحفظكم. حياك الله أخويا العزيز. حياك الله. أنا قبل 3 أشهر اتصلت بكم، قلت لكم إذا تذكرني الحية يتم قتلها من الرأس وليس من الذيل. نعم. والقاضي زرقار قبل أسبوع أيضا قال نفس المعنى، قال الدرج ينظف من الدرجة العليا. نعم. وبعدين ننزل اللي دواء للدرجات، فنفس المعنى ويا كلامي. أنا عندي في الشغلة بس تسمح لي أحكي أنقل لك إياها بشكل يعني وثائقي. نعم. نجاح الشمري وزير الدفاع السابق اللي صاحب المقولة مع الطرف الثالث. نعم. تذكرته مستاذ؟ نعم. فطلع ويا لقاء ويا أستاذ نجم الأخ العزيز نجم الرباعي. أتذكر نجم الرباعي طلع ويا لقاء. فالكلام استدرج نجم الرباعي فقال له نجاح الشمري، قال له احنا في احد الايام انا كنت وزير الدفاع الساعة 2 بالليل اتصل بي احد القادة العسكريين. نعم. قال له راح نجيب 7 طيارات هليكوبتر ونسوي انزال على المطعم التركي. نعم. هذا الحكي من شان نجاح الشمري وزير الدفاع يعني. نعم. حتى يكون يعني واضح الجميع. فيقول أنا استغربت فاتيت، قال لي يا بهاي ما تقول شيء، قال أنا وزير دفاع، قال لي إحنا راح نسوي هالشكل 7 طيارات نجيبها ننزلها على المطعم التركي. نعم. أستاذ نجم حاول إنه يعرف منه اللي قال له، قال له ما نقول لك، بس أقول لك
فالمهم يقول اتصلت برئيس الوزراء كان عادل عبد المهدي، يقول دقيت عليه دورتين بالثنتين ونص بالليل، يقول ما جاوبني. دقيت على برهم صالح رئيس الجمهورية، يقول جاوبني. قال لها قال لها يسوي، قال لها لا شلون هالشكل. المهم يقول صبح الصبح يقول عندنا كان اجتماع لرئاسة الوزراء. نعم. فهنا انتبه رجاء انت والاخوان المشاهدين حتى تكون على بينة واقع. يقول عادل عبد المهدي قاعد واني قاعد وقبالي الشخص اللي قال لي راح نطير 7 طيارات حتى نهجم على المطعم التركي وتصير مذبحة. فاذا هو قاعد عادل عبد المهدي وهو قاعد وقباله من هو هذا الرجل اللي قال له الفكر. ومنو قاعد يما هاي ارجو هنا النقطة شو احد ينتبه يما جنابك والاخوة المشاهدين والمستمعين. اللي قاعد يما هو مصطفى الكاظمي كان رئيس المخابرات. نعم. عرفت شلون استاذ؟ القاعد يما يعني مصطفى الكاظمي يعرف منو هذا اللي راح يريد يطير 7 طيارات حتى يقضي على المتظاهرين في المطعم التركي. فهو لا. يعني المفروض انه مصطفى الكاظمي هسه الان هذا اول واحد، بعدين نجم الربيع قال له انا ديلوح لي انه من العمليات المشتركه اذا تفضل. قال له نعم من عمليات مشتركه هذا الضابط. فالشغله واضحه استاذ. اما بالنسبه لامريكا وايران وكذا، من سنه 79 بعد نجيء خميني الى ايران بعد احتلال السفارة الأمريكية في طهران، أمريكا تهدد إلى هسه صار 41 سنة تهدد إيران وكذا وكذا، وبين الحصار وبين الهجوم وبين فأستاذهم يعني اتفاقهم واضح. والعراق إذا ما يلتم شأن يلتم الشمل مالته ويتحدون ويعفون هاي المذهبيات والكذا ويصير وعي ونضج، إحنا لن ننتصر. واحنا الامريكا اللي جابت ايران هي اللي طلعها حقيقه هاي اعتقد، لانه واحد بوحده اي واحد الكاظم ولا غيره ما اعتقد يقدرون يطلعون هالميليشيات هاي الصعبه واللي صار لهم 17 سنه هم. نعم 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 نعم. هذا كل ما عندي وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو عماد. ابو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. جمهورك ولجميع المستمعين والى ثوار تشرين. حياك الله اخوي. وهي اليوم اعتقد حلقه نفس يعني متواصله عن الذكرى الاولى لثوره تشرين، وهمنا اذا جاوب على البارحه على واحد اسمه ابو علي من بغداد، همنا سال سؤال قالوا ما تصور يعني شنو اللي يردون. اقول المتظاهرين لاول مره من سنه 58 لحد الان اكو متظاهرين ما تدعمهم لا احزاب ولا طلعهم مذهب ولا طلعتهم قومية، سقطوا حكومة. صح عادل عبد المهدي هرب من المتظاهرين وقال أنا تلبية لنداء المرجعية راح أستقيل، بس لكن الضغط كان من المتظاهرين من الشارع. الأشخاص هذول اللي هو حضرته قاعد بالبيت ويتفرج عليهم بالتلفزيون وياخذ راتب، وهو عبال أنه هذول الشباب طالعين من راتب، لا هم ما طالعين للراتب، لأن اللي استشهد ما يريد راتب. بس لو طلعوا حتى يغيرون بلد يغيرون نظام سياسي موجود فاسد، وهم يقولون ترى هم قاموا يعترفون يقولون احنا فاسدين وكلهم يقولون، بس لان وقفوا الادعاء العام بالعراق ما خلوه يشتغل فماكو القاء قبض عليهم. اقول لابو علي هذول الشباب اللي ما عاجبينك خلوا 4 مرشحين ما يعبرون، وخلوا ان هذول المرشحين الاربعه نفسهم شافوا لهم ما لهم يعني يعني ما لهم قابلية بالشارع وما كملوا. نعم. وترى الكاظم يجى غصبا على الأحزاب، وإحنا ما نقول غصبا على المتظاهرين لأنه أساسا رجل ما كان موجود ولا هو مطلب المتظاهرين، لكن هو أفضل السيئين الموجودين. أقول لأبو علي كذلك هذول اللي ما عاجبينك خلت المجلس النواب وخلت مجلس الوزراء يفكر في أمور ثانية أول مرة يفكر بيها، خلتهم ينزلون للشارع ويتصادون الناس اللي مثل ابو علي اللي قاعد بالبيت ويريد لقمه دجاج بالحلقه حتى ينزل للساحات التظاهر ويخرب بالمسيره ويخرب التظاهره هذه الموجوده اللي ايش قد تكلموا عليها. وكل واحد حكى على التظاهره يعني اذا ما كان حشاكم هسه بالمزبله فهو مصيره الى مزبله التالي، لان كلهم حكوا عليهم كلهم طلعوا ان هذه التظاهرات غلط وهي صحيحه. هذه التظاهرات خلت العالم كله يحكي بالتظاهرات العراقية،
خلت اهل لبنان يطلعون من وراء العراق، هذا هو اللي ما عاد المتظاهرين الموجودين، هو هذا اللي حققوها. يعني هو ابو علي كان رايه، نعم. كان رايه بهذه الصوره وقلنا له هذا رايه. يعني اجاوب استاذ أتل، انا احترم رايي، انا ما قلت لا، ما قلت رايك غلط، اقول له انا اجاوب على سؤال اللي هو قاله، اقول له انه المتظاهرين هذولا اللي هم وقفوا من زمان الشعب العراقي واقف، بس هم فرضونا طلعنا نقول للمتظاهرين انه ماكو شيء اسمه طائفيه، يعني خلي طلعوا اللي ضد الدستور العراقي يقولون انه رئيس الجمهوريه كردي ورئيس الوزراء شيعي ورئيس النواب سني، ما لا هاي اتفاق، هاي اتفاق بيناتهم، هذا اتفاق بيناتهم، فهم اساسا موجودين وهم نفسهم الدستور هم اللي خلوه، وهم نفسهم يقولون الدستور والله مو صحيح. طيب مش ليش ما تصححونه يا ابو، ليش قاعدين وساكتين؟ هذول خلطوا من هذول هم الثوار اللي خلطوا يقسمون على انفسهم، هذول الثوار خلط وزير الخارجيه بومبيو يتصل برئيس الجمهوريه يقول له شوف ترى بعد احنا ما نقبل احد يضرب السفاره الامريكيه، انتم اذا ما سويتوا شيء ترى كلكم تنشالون، وهذا الموجود الاتصال موجود على موقع وزاره الخارجيه الامريكيه ومنشور بالاسماء، قال له فلان وفلان وفلان، هم هذول الثوار اللي ابو علي يسال عليهم، وهم هذول اللي موجودين الان راح يطلعون يوم 25 يقولوا ان كاظم انت جبت نقاط وقلت اسويهم، وينهم؟ وينهم قتلت المتظاهرين ما طلعتهم؟ قانون الانتخابات ما مشى، النزاهه بالمفوضيه العامه للانتخابات ما مشت، ايش حقك انت؟ شنو اللي سويته انا؟ المنافذ الحدوديه جبت شلت حراميه وحطيت حراميه جدد، المنافذ الحدوديه تقدر تسويها بوزاره الماليه تمنعها بالحرب اللي تصير بالبنك المركزي الان الموجوده مع مزاد العمله توقف شو اسمه المنافذ الحدوديه. انا ما اريد اطيح عليك استاذتي، لكن شكرا لك هذا. لا العفو العفو، شكرا لك ابو علي. احمد من ديالى ويانا، حياك الله يا احمد. احمد احمد من ديالى تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اذا امكنت نص التلفزيون تسمعني من التليفون اخوي العزيز. نعم. أنا أعيد كلام أبو علي. كلامه ذهب. وما يصح إلا الصحيح. نعم. والله. وتجينا من هاي المشاكل. يعني تجينا ما ردنا بس الوطن. يعني الثوار الفكري العام. نعم. إي. فما يعني يا أهل الحكومة كثير ما جت تنفذ النقاط بحذافيرها. يعني دكتور اشكالات كثير. نعم. يعني ما ردنا يعني بس الوطن قارب بكل شيء. هم احنا جايين بعلم قابلين بالرصاص الحج. وما اسماء القتله خليك تكون القتله مال والله هاي تشوفني كفيلك الله. يعني انجرحت وتصوبت وما عرفت الساحه. الساحه تحت والله. نعم. شكرا شكرا جزيلا. يعني هم بيناتهم. شكرا جزيلا لك اخ احمد، لكن اعتذر منكم للساده المشاهدين، بس يبدو انه الاتصال بخلل مو من عندك او من ادنى من المصدر، لانه شبكه الاتصالات دائما اكررها، الله يعين الشعب العراقي والمتصلين من داخل العراق، لانه شبكه الاتصالات جدا 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 تعبانه بالعراق. ابو حسن من الموصل. ابو حيدر من الموصل. ابو حيدر حياك الله اخوي العزيز. الله يحفظك. تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ شلونك؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. حي قناة الرافدين، القناة العراقية الأصيلة الوطنية الشريفة. حياك الله أخوي. احنا أخوكم أخواكم بالموصل، والله ترى عندنا معتقلين كثيرين. والله مدمرين، يعني أنت أنا أكو مسألتين بالعراق رأي السياسي. المعتقلين والمتظاهرين قتلت المتظاهرين. والله العظيم يعني تعبانين حيل، اناشدكم بكل شيء. والله العظيم تعبنا، يا اخي ولدنا
من 2017 راحت، ما نعرف هم ميتين طيبين، اذا طيبين قولوا يابا طيبين ومحكومين بفلان مكان، واذا ميتين قولوا يابا ميتين وسلموا امركم لله. يعني ما تعبنا، تعبنا والله، تعبنا والله تعبنا. وناشدكم انتم قناه الرافدين، والله ما نستثمر بس على قناه الرافدين، لان قناه الرافدين قناه وطنيه شريفه اصيله. مشكور يا اخوي. ونعرف هي المأساة مال الشعب العراقي، وجعل تدافع عن الشعب العراقي، واحنا جزاكم الله خير، والله يرحم والديكم بهذه الدنيا وفي الدنيا. اخواني اخوتي اخوتي المعتقلين ترى في الموصل كثيرين كثيرين حيل. نعم. واحنا هم المتظاهرين، هم اخوتنا المتظاهرين، المتظاهرين هم اخوتنا، هم اخوتنا والله. يعني فردنا وشغلة المتظاهرين المعتقلين فردنا، يعني ما ظلت لنا طعمه فردنا. هذا يعني على الحرمة، يعني أسعنا إذا واحد متجوز وعنده طفل طفلين وأبوه ما موجود، إذا ميت أبوه أبا ميت يجوز الحرمة وحمة يجوز، يجوز تقعد على أطفالها، ما يصير ذي الحالة، ما يصير والله جرم. يعني شلون تسمى دولة إسلامية الخاطر الله؟ شلون تسمى إسلام؟ يا أخي والله ما شفنا هذا، ما شفنا والله. ما عدا نعرف الناشد من الناشد بوش، الناشد ترامب، والناشد منهم ما عدا نعرف، والله ما عدا نعرف، والله تعب. مع الأسف الناس تمثلنا السنة ناس عديمين جاه وبس على المادة وعلى الفلوس، ونعرف زين ترى الله بذلك. والله وجزاكم الله خير، واحنا ممنونين منكم ونشكركم، جزاكم الله خير. لا شكر على واجب أخوي العزيز أبو حيدر. وقضية المعتقلين وقضية النازحين احنا مو ناسيها، ودائما نحكي بيها، ودائما هي بالطاري. لكن قضية المتظاهرين هي مو القضية الأهم بالعراق، بس لنشوف أنه المتظاهرين إذا نجحوا فهم مطالبهم هي مطالب الشعب. واحدة من أدها المعتقلين، واحدة من أدها إعادة النازحين، واحدة من أدها أعمار المدن المدمرة، واحدة من أدها إعادة الأموال العراقية، التوظيف، الرواتب، هاي الأمور كلها دنا نجد حلها بمطالب هاي الثورة. فلهالسبب ده يكون التركيز الأكبر على الثورة، لأنه يعني مسيرة الألف ميل تبدي بخطوة، وهاي الخطوة الأولى لإصلاح الأمر بالعراق، لأنه مطالبهم هي مطالب هذا الشعب كله. سعد بن السعودية ويانا، حياك الله. الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة. حياك الله أخوي. هي أصلاً قناة العرب، ما هي من أنتم قناة الرافدين، أنتم تمثلون العرب، وبارك الله فيكم، والله يخليكم الوالدين جابوكم. وأنا أشكر الأخ أبو حيدر صادق، والله صادق في كل ما قاله، والأخ اللي قال قبله أبو علي، أي قسما بالذي لا إله إلا هو وحده ولا شريك، أنه قبل ما ينطق الكاظمي أني قلت الكاظمي، وطلع كلامي موافق لكلام الأخ هذا، والحمد لله. أنا ما عندي أي إضافات، إحنا جالسين نتعلم منكم معنى الوفاء، معنى الصدق، معنى التضحية، معنى كل شيء. شكرا لكم أهل العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا للأخ سعد على هذه الكلمة الجميلة بحق الشعب العراقي، وألف تحية إلى أبناء الشعب السعودي وأبناء الوطن العربي من الخليج إلى المحيط. إحنا ما نعترف لا بحدود أسسها اتفاق سايكس بيكو بعام 1916، ولا نعترف بتفرقة هاي الشعوب أو قضية تفرقة الشعوب، إحنا شعب واحد. أما أخ سعد تقول أني أشكر الشعب العراقي على الصدق، هذا ما ربينا عليه. ونشكرك على هاي الكلمة، ونحييك ونحيي إخواننا العرب اللي يتصلون بالبرنامج. المركز الإعلام الرقمي قال أنه وسوم متظاهري ثورة تشرين سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق في الذكرى الأولى لانطلاق الثورة. المركز أوضح أنه فريق مركز الإعلام الرقمي رصد صعود عدد كبير من الهاشتاغات كأعلى ترند في العراق، والتي تضمنت آلاف التغريدات التي تتحدث عن التظاهرات وأهدافها ومعظم تفاصيلها، مضيفا أن رصد انطلاق 10 وسوم بشأن التظاهرات كان منها تشرين كابوس الأحزاب، وتشرين الصمود تعود، ونازل أخذ حقي، ونريد وطن. هاي أبرز الوسوم اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس. برنامج صوتكم متواصل وياكم مشاهدينا الكرام، لحد يروح فاصل قصير ونرجع لكم.
انت منهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم. قبل ما نبدي البارت الثاني من البرنامج نحب نذكركم مرة ثانية أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد. تردد قناة الرافدين على مدار القمر نايلسات هو 10727. نتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم الموجودة في بيوتهم حتى نقدر نكون متواصلين وياكم 24/24 ولمدة 7 أيام. هذا التردد الجديد لقناة الرافدين. نتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلوا عندهم. أخواني الأعزاء، أبو علي من واسط ذكر قضية ويقول أنا أريد أجاوب على اتصال حصل يوم أمس في برنامج عن شخص يسأل، وأبو علي أيضا يقول شنو اللي قدمت الثورة للعراق والعراقيين. قال احنا سقطنا 4 أسماء ما خليناها تصير. اللي ما يذكر هاي الأسماء، قصي السهيل كان مرشح أن يكون رئيس الوزراء بدلا من الكاظمي، وفالح الفياض كان مرشح هو الآخر، وراها محافظ البصرة ما شاء الله أسعد العيداني اللي الناس تتهمه بقتل المتظاهرين رشح لأن يكون رئيس وزراء، وآخرهم كان محمد توفيق علاوي والذي تنازل هو الآخر أو رفض التكليف ليكون مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء. وكلنا نتذكر مصطفى الكاظمي من إجا لابس قاطة وقعد وقال أنا من الشعب وللشعب، وكل مطالب الشعب العراقي أنا راح أنفذها. يعني هم هسه أو مصطفى الكاظمي أعلن بحزيران المقبل الانتخابات المبكرة، بس كل هذا تحكي وتقول بحزيران ما صير انتخابات لأن ما مستعدين، لا القانون جاهز ولا الهيئة جاهزة ولا المراكز الانتخابية جاهزة، ولحد الآن هم ما متفقين، قائمة مغلقة قائمة مفتوحة مركز انتخابي واحد عدة مراكز انتخابية، فشلون راح تصير الانتخابات وفلوس ماكو، شلون راح تصير الانتخابات. فأخواني الأعزاء، كل من يقول مصطفى الكاظمي ترى سوى الانتخابات المبكرة وراح يسويها بحزيران، سمعوا البقية شي يقولون، ومنا الحزيران ألف عمامة تنقلب. عندنا اتصال من ذي قار، حياك الله. حبيبي هلا بيك أبو قاسم. حبيبي الغالي، أكو سيارات. تفضل أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أكو سيارات أبروه. اكو سيارات لما العهد البائس للعسكريين. سيارات وين؟ الو 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 وياك. سيارات وين؟ السيارات موجود عند المواطنين. أيه؟ العسكريين كان العهد البائس، فهسه وين ما توجهها ما حد يشتريها، يقولون محجوزه من قبل الشركه العامه للسيارات، فاحنا ما نعرف سبب الحجز شنو. تعلن عليهم وحتى نسقطهم بقوا منهم هياكل باقية. زين وياك وياك ابو قاسم. يعني هسه اللي افتهمه انه انت تسأل عن قضية السيارات اللي استلمت كهدايا من الدولة في النظام السابق، واليوم الدولة تقول هاي معجوزة ما تقدرون. بال2003 اكو هاي السيارات، لا يكذبون كيف سقطوها ولا المرور سقطها، سقطوا باقية ادوات ما عندها، فبكي تطرحها للمسؤولين. نعم توجيه. نعم الو. نعم نعم وياك. وصلت المعلومه. الو وياك. وصلت المعلومه. نعم نعم اي والله.
الله يخليك. سلمك سلمك. يا معود متحيرين بيهن، الله وكيلك متحيرين بيهن، يعني تتوقع الوحده ب 500,000 ما حد يشتريها. 500,000 ما حد يشتريها. نعم. شوفنا القضية شنو تعطينا الخبر. نعم. ألو. إن شاء الله، إن شاء الله أبو قاسم. يعني هاي وصلت. شكرا، شكرا جزيلا لك، ووصلت أبو قاسم، وإن شاء الله ننقل هذا الطلب بإذنه تعالى لإدارة القناة للكلام عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. أبو يونس حياك الله يا أبو يونس. أبو يونس. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو شلونك أستاذ؟ نحمد الله على كل شيء. الله يبارك فيك. شلونك أستاذ العزيز؟ يبارك بهاي القناة العظيمة ويبارك بعمرك. حبيبي أبو يونس، إذا تقدر نصيل التلفزيون واسمعني من التلفون الاتصال يكون أوضح. إيه نعم أستاذ. نعم تفضل أخوي. والله أستاذ أنا حبيت أسلم عليكم، الله يبارك فيكم وهاي القناة المجاهدة. نعم. الله يبارك فيكم. حياك حياك أبو يونس، وحيا الله أهل الموصل، ونرحب بكل المتصلين من شمال العراق إلى جنوبه، وسلامك وصل إن شاء الله للبرنامج ولكادر البرنامج ولأسرة الرافدين ولكافة الشعب العراقي. أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك أستاذ أفد. حياك أخوي، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله متابعين ومشاهدين قناة الرافدين، وحيا من قال. وحيا الله، حيا الله جميع اللي متواصلين، ثوارنا الأبطال في ساحات التظاهر. وموضوعكم أستاذ بالنسبة لموضوع التظاهرات اللي راح تتجدد إن شاء الله بعون الله بيوم 25 بالشهر. هي تجددت أبو عمر، هي يوم 1/10 تجددت. هسا احنا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى ودخول الثورة عامها الثاني. نعم. اكو تظاهرات جديدة. انا نعم. سؤال اليوم اللي طرحته انه اكو هواية سياسيين. نعم. راهنوا اذا طولوا المدة الزمنية ذولا راح يملون ويرجعون لبيوتهم بعد ما يطالبون بشي. هسا شو يقولون؟ لا استاذ أفل، بالنسبة يعني حق الشعب العراقي، يعني صار له 17 سنة شاف الظلم وشاف المأساة وشاف كل الكذب من هاي سلطة الحكام الفاسدين بسلطة الأحزاب. نعم. ما معقولة انه الشعب العراقي من خلال هذا الظلم. يعني هسه لو تسأل اي مواطن في بغداد، في الجنوب، في الموصل، باي مكان، شنو قدمت الحكومة وسلطة الأحزاب للشعب العراقي؟ شنو قدمتها خلال 17 سنة؟ وفرت الكهرباء، وفرت له وظائف، قدمت له رعاية اللي هي تستحق المواطن العراقي يعيشه كمواطن في كافة الدول. ما قدمت له، قدمت له الحصة التموينية، كل شيء ما قدمت للشعب العراقي نهائيا. فهي فاشلة بحكمها أستاذ أفل، وفاشلين بقيادتها، فاشلين بكافة وزاراتها، كلهم فشل بس عليهم سرقة أموال العراق وقتل الشعب العراقي وتهجيره. لكن هاي التظاهرات أستاذ أفل هي في نفوس العراقيين جميعا. شلون في نفوس العراقيين؟ الظلم اللي شاف استعصر المواطن العراقي اللي ما شاف من عندهم أي شكل زين من أشكال اللي تخلق كهو عايش إنسان في بلد، في بلده معزز مكرم. كيف انه هاي الحكومه تدير للمواطن حقه، وكيف انه تقدم وظائف له، وكيف انه وسائل الخدمات اللي تقدمه، ما شاف من هاي الامور. فمن حق العراقيين جميعا ان يطالبون باسقاط هاي الحكومه الفاشله وتغيير هذه الحكومه بوجوه جديده وليس من سلطه الاحزاب نفسهم. فاحنا العراقيين، كافه العراقيين جميعا في الجنوب في الوسط، انه هاي الثوره ان شاء الله سوف تسحق هاي رؤوس الأحزاب الفاسدة من أرض العراق.
لأن هم دمروا الشعب العراقي استاذ أفل وما شافوا من عندهم أي خير وأي زين ما شافوا من عندهم. فبحسن سلطة الأحزاب أنه قلتهم ما يعادون الشعب العراقي تبعوا 30 مليون 30 مليون إذا كان عددنا بالإحصائية ما يعادون هم هذول كم واحد من عندنا. فحرام يعني أنه نسكت وحرام أنه نبقى سكوت مسبوط 18 سنة. كافي سكوت كافي ظلم من هاي الحكومة الفاسدة اللي أخذت الشعب العراقي ووصلته يعني مرحلة يعني بعد سنين يلا يرجع لي ورا يعني دمرت وين كنا عايشين وين صرنا. احنا هسه صرنا في وقت يعني سالف الله أكبر في دولة انه ظلمت الشعب وباخي بالظلم. يعني حتى التظاهرات اللي قاعد راح تصير ان شاء الله وتجددها ووصولها ما راضين عنها لانه هذه التظاهرات سوف ترعبهم سوف تكسر كل ما اللي سووه. وخرجت هاي التظاهرات بدون لا مرجعية ولا فتوى ولا تنظيم اي جهة حزبية. هذه التظاهرات وجدت في قلوب العراقيين جميعا 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 اللي صار اللي اثر الشعب اللي هو متوحد من ظلم من 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 بنا يعني من اكاذيب هواي صارت عليه. فانفجرت طاقاته وما ممكن انه بعد الشعب العراقي يتحمل من هذه الحكومه الفاسده من الاكاذيب من اي ترويج اللي يروجون هم في قنواتهم المقرضه وفي خطاباتهم في كافة الأمور اللي يتحدثون عنها يقولون راح يملون راح يرجعون. لا الشعب العراقي ما يمل وهاي نهايتهم إن شاء الله قادمة إن شاء الله وسوف إن شاء الله وبشر الظالمين أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. أستاذ أفل نعم شكرا 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 نعمة حالك يا رب. شكرا جزيلا لك أبو عمر. أبو عمر قدم سؤال من مواطن إلى كافة الشعب العراقي وإلى السياسيين بالذات، ماذا قدمت الحكومة والأحزاب للشعب العراقي؟ طبعا إذا تجي على الكتل السياسية راح تشي بلسانهم همام حمودي رئيس المجلس الأعلى يمكن هو هسه طلع وقال لا يوجد شعب مثلكم في العالم، أنتوا الوحيدين بالعالم تجيبون السياسي وتقولوا ليش قد راتبك منو مثلكم. هذا إنجاز للحكومة، إفراغ الخزينة وسرقة المال العام هذا إنجاز لهم، المحاصصة يعني الإنجاز رقم واحد إلى حكومات المنطقة الخضراء من 2003 إلى اليوم، قتل الصناعة وقتل الزراعة وقتل التعليم وقتل كل ما يساهم في بناء هذا البلد وفتح الاستيراد والتصدير أمام دول العالم وفتح المجال وفتح الحدود وفتح الانفلات أو قضية الانفلات بالنسبة للسلاح المنفلت في العراق والأتاوات وكثير من النقاط ودخلوا لكم تنظيم الدولة المسمى داعش بين قوسين. يعني عندهم منجزاتهم ما شاء الله، بس اللي تابع منجزات حكومات الاحتلال الأمريكي راح يجد أنه كلها هدامة. إلى اليوم ما شفنا مشروع واحد لبناء الدولة، ما شفنا مشروع واحد لتشغيل الناس، ما شفنا مشروع للقضاء على البطالة، ما شفنا مشروع لتحلية المياه بحيث يحل قضية المياه بالعراق، أو مشروع ناجح واحد في قضية توليد الطاقة الكهربائية. 60 مليار دولار ما قيل إنه انصرف على الكهرباء بس بالعراق. 60 مليار دولار إذا أريد أشتري بيها مولدات يمكن أحط مولدة بكل بيت وأطيها بنزين على مدار السنة وما تخلص 60 مليار. ولليوم العراق ما شاف طاقة أو ما شاف كهرباء، ويطلعوا لك المسؤولين يقول لك لا احنا جبنا محطة توليد للطاقة الكهربائية بس كانت خارجة عن الخدمة واشتغلت موسم واحد وذيك هي عاطلة تسمع حسك. فعدهم منجزات هدامة ما شاء الله، أما منجز لبناء البلد ماكو. ومن يطلع متظاهر ويطلع مواطن هم السياسيين يقولون على هذا المتظاهر وعلى المواطن أو على كل من يقول أنا ما أريدكم أو أنا أريد حقي هذا مخرب. لغة السياسيين على الثوار وعلى المتظاهرين وعلى المواطنين أنهم مخربون.
بالنسبة إلى الواتساب، السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة، ما عدهم غيرة يأتدون على امرأة، شنو ذنبها؟ إلى متى هذا الحال يا حكومة فاشلة؟ لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل، الله ينتقم من كل ظالم حطم هذا البلد. اللي دافع عن الوطن هيك ينزل إن شاء الله. ثورة تشرين مستمرة. شخص آخر بعث لنا فيديو، ما أقدر أطلع أي فيديو أو رسالة صوتية. السلام عليكم، صباح عراقي من ألمانيا، حياك الله صباح وحيا الله كل العراقيين. السيد مقدم البرنامج قال لا اتصالات واتساب، نحن في الخارج لا نستعمل خط دولي، واتساب كل القنوات تستعمل واتساب، وشكرا. أنقل لكم هذا الطلب لتفعيل خط الواتساب للاتصالات، تحياتي واحترامي للجميع. أخ صباح، إن شاء الله تنقل هذه الرسالة وقد نجد لها حلا ونبرد قلبكم بها. السلام عليكم، كلمة حق يراد بها باطل، هذه المقولة تنطبق على الدعوة التي تطالب بحصر السلاح بيد الحكومة. والسؤال هو إذا كانت الحكومة في العراق عبارة عن عصابة المنطقة الخضراء الإيرانية وميليشياتها المسعورة وهي التي تتحكم بالأجهزة الأمنية، فهل يعقل نزع سلاح المواطنين وتسليمه لها إذن؟ السبب الحقيقي من هذه الدعوة الخبيثة هو حتى لا يقوم الشعب العراقي بثورة مسلحة تقضي على هذه العصابة وتحرر العراق. ودائما نقول لأهلنا في العراق الحبيب، تمسكوا بكتاب الله، بكتاب رب العالمين القرآن الكريم، واتلوه في ساحات الرباط. أخوكم أبو نورة. أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع. أستاذ أفل، العراق والعراقيين تعبوا من تجربة الإدارة في العراق، مر بتجربة الخلافة والملكية والجمهورية، اليوم أسوأ إدارة برلمانية في العالم، من سيء إلى أسوأ. اليوم العراق يحتاج إلى إدارة مدنية مستقلة مهما يكون عنوان مدير إدارة البلد ومن أي طائفة كان، المهم أن يكون عراقي، بعيد هذه الإدارة كل البعد عن الأحزاب، وبعيد هذه الإدارة كل البعد عن هذه الأحزاب والتحزب، والشعب ينتفض بكافة أطيافه وعشائره وعناوينه ويثور على كل الأحزاب التي دمرت العراق وشعبه وإنهاء دور الأحزاب من العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن رسائل السادة المشاهدين سمعتوها، ورسالة أبو حاتم يقول أنه هاي القضية كلها أنه هي لتدمير الشعب العراقي، وما حصل من قبل الحكومة والأحزاب هو لتدمير الشعب العراقي، وكل المتصلين يتفقون على هذا الشيء. أما قضية المعتقلين فهذا جرح نازف بالعراق، لا أكو سياسي يفكر بهم، ولا وزير ولا رئيس سلطة بالعراق، لا أبو القضاء ولا أبو التنفيذية ولا أبو التشريعية ولا الجمهورية. أما قضية المهاجرين فهم قضية وإلهم ملف، بس الملف انشمر بمجر المكتب وما حد يشوفه. إذن مشاكل العراق كثيرة، وانتهاء مشاكل العراق بانتهاء هؤلاء. من اللي ينهيهم؟ ماكو غير الشعب العراقي. إذن الجواب يمكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، إن شاء الله بنفس الموعد بعد غد إن شاء الله. في أمان الله.